أنا أقول لكل عيون فخور بالمنتخب الوطني المغربي، بمنتخب كبير، منتخب مغربي يحمل حبل كرة على العرب، منتخب مغربي عيلته الكروية. باسكيت يضيع وحده، اتباع الأبطال، اتباع الكبار، اتباع ممكن يعملها ياسين بونو وممكن تعملها الكرة المغربية. إذا باسكيت يضيع وحتى الآن المنتخب الإسباني احنا الحمد لله كما تشوف في كاع الناس المغاربه كاملين فرحانين، وحنا الحمد لله فرحانين بهذا الفوز هذا، وشحال هادشي ديال الغم والاسعار وكذا، ونساونا فيهم الدراري وليدات الركراكي، الله يسهل عليه يا ربي. وهذا ما كان حمدناك يا ربي وشكرناك، وان شاء الله سير يا الركراكي، وان شاء الله كاس العالم في الجيب ان شاء الله كما قاونا خوتنا الجزائريين. سير يا ربي تنصرنا، الله ينصر لك وتيما كوكب. وي حنا فرحانين بالمغرب، حنا فرحانين، حنا فرحانين بالمغرب، والعقوبة إن شاء الله فرحانين بالكاس، حنا بالكاس إن شاء الله يا ربي. عاش الملك، عاش الملك، الله يعاونهم. عاش المغرب، ودايما المغرب، دايما المغرب. حنا فرحانين صراحة بزاف بهذا الفرحة ديال المغرب هزم إسبانيا لأول مرة، والصراحة ما كناش متوقعين. كافي بنا كافي، باغا شغل بنا كافي. واش غير يجيو، واش غير يجيو برك على بونو ما يمكنش. ورتينا لهم الصرف ديال 2018 اللي خصونا فيه. نشكروا بزاف وليد الركراكي أحسن مدرب تاع المنتخب الوطني، ونشكروا الدراري اللي تخاتلوا معنا في هذا الماتش هذا ودوزوا لنا الربع النهاية. وتيما مغرب وفي مغرب، وجيبوها يا الاولاد، جيبوها يا الاولاد، جيبوها يا الاولاد، جيبوها يا الاولاد. الله الله الله، مبروك علينا اجي البدايه مازلنا تاس. معنا فلاشين وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.